نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم دكتور محمد طاهر، أخصائي تقويم الأسنان والمهتم شوية في عالم الألاينرز. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكلير ألاينرز، وهنقتصر تحديدا في الجزء اللي احنا بنحتاجه في الكلينيك، عشان النهاردة إن شاء الله أنا محتاج إن كل الناس اللي هتحضر المحاضرة تكون عندها استعداد ان هي تستقبل كيس الاينر عندها في العياده وتبتدي تتعامل بيه، ويكون عندها القدره ان هي تطلع منه ريزلت كويسه باذن الله ان شاء الله. طيب اليوم النهارده سبونسرد بجولدن الاينرز، دي الشركه اللي احنا بنتارجت ان احنا نشتغل بيها الاينرز. حلو كده. النهارده في عجاله كده هنتكلم عن الفرق بين الالاينرز والبريسز. ليه بنختار الالاينرز او ليه بنفضلها في حالات ايه؟ الاكشن بيتم ازاي؟ ميكانيزم اوف اكشن او مود اوف اكشن؟ الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعت الالاينرز؟ الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز؟ الورك فلو ايه اللي بيتم؟ يعني ايه بالظبط الموضوع اللي بيتم خلال ايه المراحل اللي بتتم بشكل بالتفصيل كده. بعد كده بندخل على البيشنت انستراكشنز والكلينيكال تيبس وتريكس، وازاي بنقرا البريسكريبشن بتاع اللاب، ازاي بننفذ البريسكريبشن بتاع اللاب في الحالات، وبنشوف صور لحالات قبل وبعد ان شاء الله تمت معانا. حلو كده. طيب ايه الفرق بين الباكتس او البريسز والالاينرز؟ يعني كلامنا شويه ممكن ايه هيكون شويه عام، ممكن في بعض المصطلحات مش هيفهمني فيها غير المختصين بالتقويم، واحاول ان شاء الله باذن الله الكلام يكون بسيط بحيث انه كل الناس الحاضرين سواء كان مختص بالتقويم او دكتور اسنان ان هو يقدر ايه يستفيد بالموضوع ويبتدي ان شاء الله يشتغل معانا على نفسه. اوكي. طيب لما هاجي هبص على البريسز او الالاينرز، هبص من وجهة نظر مين؟ يعني هعرف الفرق ما بينهم كمين؟ يعني انا مين؟ اول حاجة لو انا هفكر في الموضوع كدكتور، حلو كده، فانا اشوف الموضوع انه بالنسبه لي اسهل، بالنسبه لي اقل في الفيزيت بتاعت التقويم، بالنسبه لي ما فيش الطوارئ. انا كدكتور تقويم بيجي لي مثلا بيشنت مثلا براكت وقعت، مش عارف سلك بيعورني، مش عارف ايه القصص دي كلها، فبالنسبه لي الامرجنسي بتاعت التقويم العادي مش موجوده. حلو كده. بالنسبه لي حاجه شفافه، بالنسبه لي الاورال هايجين انا كدكتور لما بكون مهتم بالاورال هايجين بتاع البيشنت، فبيكون تطبيق الاورال هايجين بالنسبه للبيشنت سهل جدا مع الالاينرز عن البيسز، وبالتالي انا مبسوط و مقدر القصه دي. تمام كده. الوقت اللي هاخده في على اليونت هيكون قليل بالنسبه للمتابعه بتاعت الالاينرز عن حالات البراكتس. حلو كده. ده بالنسبه لي كدكتور. بالنسبه للبيشنت هو شفاف، حاجه مش باينه، يقدر يشيل يعني يشيل الالاينر ويركبه في الوقت، يعني عنده مناسبه هياكل هيتعامل، فهو بيقدر ان هو يتحكم في امتى بيلبس الالاينر. حلو كده. فبالنسبه له دي نقطه حلوه جدا ومميزه جدا في الالاينر. طبعا الاورال هايجين بالنسبه له اسهل حاجه. كمان فكرة ان هو التحذيرات اللي بياخدها كتير في البراكتس، ان هو مثلا ما تاكلش نواشف وابعد عن الحاجات الاستيكي والكلام ده كله، لا هو عموما في الالاينرز بياكل اللي هو عايزه، لانه يعني بيشيل الالاينر كله وبيرجع يركبه تاني بعد الاكل. بالنسبة لي الاكل بالنسبة له فيه حرية عن البريس. حلو كده. بس طبعا يعني كبيشنت ممكن تكون شويه الكوست بالنسبه لي اعلى، او حتى كدكتور بالنسبه لشركه الالاينرز، فبالتالي ايه دي نقطه على الهامش. لكن مقارنه بالفوائد او المزايا الثانيه بنبتدي ايه نعمل تسعير للموضوع بشكل مناسب، ويكون الامر ايه بالنسبه لنا كله مناسب ان شاء الله. حلو كده.
ده شكل الالاينر للناس اللي هي ما شافتوش قبل كده، كل حاجه شفافه. طيب الميكانيزم اوف اكشن، خلينا نتكلم النهارده عن الايه، ازاي الالاينر بيشتغل. حلو كده. طيب الالاينر ده عباره عن ايه؟ دايما العالم كله حتى في الادويه والحاجات اللي زي كده مهتمه او متجهه انه البيشنت يكون ياخد الحاجه السبيسيفيك ليه، الحاجه اللي تنفعه هو، مش حاجه عامه، مش لاين عام لكل الناس. تمام كده. حتى في الادويه وحتى في العلاجات والكلام ده كله والخريطه للجينات والكلام ده كله مهتمين بالقصه دي. فالالاينر هو في عالم طب الاسنان وفي عالم التقويم هو اللي بيحمل الاتجاه ده، هو فولي كاستمايزد ريموفبل ابلاينس، يعني هو كاستمايزد على البيشنت ده، لانه البيشنت ده الالاينر ده مش هيركب غير على الاسنان دي. فاهمين قصدي ايه؟ فبالتالي الموضوع ايه؟ للبيشنت ده تحديدا، فتقدر تعمل له التريتمنت بلان بتاعته هو اللي هو عايزه هو بالظبط، وهكذا. يعني فاهمين قصدي ايه؟ لكل حاله على حده. الانجيجمنت بتاع الاسنان، هو ازاي بيعمل انجيجمنت الاسنان؟ طبعا احنا عارفين ان البراكتس يعني بتبقى ملزومه على الاسنان، فبتمثل السنه البراكتس، والواير هو اللي بيتم ان هو يحرك البراكت دي، او البراكت بتتحرك على الواير للطرق بتاعه التقويم العاديه. لكن في الالاينرز، انه البلاستيك نفسه بتاع الالاينر هو اللي بيكون اراوند السنه من جميع الاتجاهات. تمام كده. فبالتالي هو حاضن السنه، خلينا نقول، من جميع الاتجاهات. حلو كده. طيب ازاي هو بيدي الفورس؟ حلو كده. طيب ايه الفورس؟ ازاي بتروح من الالاينر ليه الاسنان؟ عن طريق البوش ميكانكس. يعني هو في البراكتس ممكن بندي بوش، ممكن بندي بول ميكانكس. دايما عموما الالاينر فورسز بتكون بوش ميكانكس، فبالتالي اي ميكانكس بتنفع معاها البوش ميكانكس بتكون بالنسبه له سهله جدا ان هو ينفذ الكيس ويطلع بيها بريزلت حلو. تمام كده لحد دلوقتي. طيب ايه الادفانتجز بتاعت الالاينر؟ عموما بالنسبه لي ان هي ايثاتكس، ايثاتيكالي احسن كتير من البراكتس، وخصوصا الميتال براكتس. بالنسبه لي طبعا كومفورت للبيشنت، زي ما اتكلمنا من شويه، فيما يخص الاكل، فيما يخص المنظر العام وهكذا، خصوصا للناس اللي هم الشباب والناس اللي اتوظفوا والناس اللي هم حريصين على المظهر بتاعهم، ما عدناش اللي هو قصه الاطفال والصغيرين والابتدائي والكلام ده كله. فالاهتمام بالمنظر العام عاد نقطة مهمة جدا الناس بتدور عليها حاليا، فالالاينرز بيحل القصة دي بشكل محترم. وطبعا الاورال هايجين بالنسبة لي كبيشنت، وبالنسبة للدكتور المتابع الحالة، الاورال هايجين عندي سوبر. طيب الديس ادفانتج بشكل عام هو ان هو ليميتد كنترول على الروت موفمنت، وان كان يعني الكلام ده شويه قديم، لان احنا دلوقتي حاليا بنظام حركه معين بتريتمنت بلان معينه، بفهم الميكانكس بتاعت الالاينر بيزيد يوم بعد يوم، وتطبيقاته وتطبيق الاتاشمنت بشكل مظبوط. تمام كده. واختيار الحاله بشكل سليم قدرنا ان احنا نعمل روت موفمنت ونتحكم في الروت في الالاينر حاليا. طبعا بالنسبه برضو لبعض الديس ادفانتج هي ليميتد انتروبستيريور موفمنتس، يعني لو عندنا مثلا فول يونت كلاس 2 والاسنان ابرايت او حاجه زي كده، يبقى الموضوع شويه بيكون صعب على الالاينر ان هو يحل مشكله زي كده، الا يعني في بعض الاحيان لما تكون المشكله شويه اقل من كده، مودريت او مايلد، وبنستخدم مع الالاينر حاجات اوكسيلري زي الكلاس 2 الاستكس او الكلاس 3 الاستكس وهكذا. وطبعا الديس ادفانتج برضو المهمه بالنسبه لنا كلنا او بالنسبه للبيشنت هي الكوست. تمام. طيب سريعا كده يعني خلينا ندي بس ايه زي امثله، واحنا يعني ايه اللي بنعمله في الالاينر، او الالاينر بيعالج ايه ازاي. يعني لو ناخد بس ايه مقتطفات كده، يعني مثلا لما نيجي نعمل اكسبانشن، لو انا افكر كدكتور تقويم، يعني كان دايما الله يمسيه بالخير دكتور هشام لما شرح لنا ازاي الالاينر بيشتغل، كان بيتكلم انه انت بتفكر كبريسز، ثينك بريسز واكت الاينرز، بتستخدم تول الالاينر بما يناسب اللي انت فكرت فيه في التقويم بشكل عام، او انت اديت التريتمنت بلان المظبوطه للحاله هي محتاجه ايه كتريتمنت بلان، وبتنفذه بالالاينر كتول. اوكي. فالالاينر مش سحر، هو تول بتستخدمه للحاله الانديكيتد،
وبتعمل بيه الحاجه المفروض تتعمل بشكل سليم. فلما نيجي نتكلم مثلا احنا نعمل ارش اكسبانشن، ممكن نعمل شويه نستخدم مثلا يعني شيتس تكون ستيف عن حالات مثلا فيها كراودنج، تمام كده. فالشيت الستيف يساعدنا ان احنا نعمل ارش اكسبانشن بحيث ان يدينا ريجيديتي في الالاينر نفسه، ان هو يقدر يعمل اكسبانشن، تمام كده. لو مثلا هنعالج مثلا كلاس 2، كلاس 2 بنستخدم مثلا كلاس 2 الاستكس مع الالاينرز بحيث ان هي اب تو هاف يونت، الموضوع بيكون ابليكابل وايه ونقدر ان احنا نشتغله بالالاينر بشكل سليم. مثلا لو هنتكلم في اوبن بايت، مثلا الاوبن بايت من الحاجات خصوصا المايل كور منها من الحاجات الجميله في الالاينر واللي بتدي ريزلت حلوه، لانه الالاينر نفسه بيدي انتروجن افكت على البوستيريور سيجمنت، كانك مستخدم بوستيريور باي بلين، تمام كده. فمع الحالات خصوصا المايل فور من الاوبن بايت، الالاينر بيكون مميز جدا وبيعالجها بشكل حلو. السبيسنج طبعا، حالات السبيسنج من الحالات اللي بتتم بشكل جميل في عالم الالاينرز. اوكي، طيب بشكل عام ايه الانديكيشنز بتاعت الالاينرز؟ يعني ايه الحالات اللي انا اشوفها في العياده عندي، تمام، اقول ان للبيشنت او اعرض على البيشنت الالاينر وانا مستريح او انا واثق ان الالاينر هيجيب نتيجه كويسه. خلينا نشوف مثلا الامثله اللي زي كده. مثلا الريلابس، يعني اكتر حالات بتكون مستعده ان هي تجرب الالاينرز وان هي تخوض تجربه الالاينرز وانه هيفرق معاها جدا، الحالات اللي خلصت تقويم قديم. الحالات اللي خلصت تقويم قديم وحصل لها نوع من انواع الريلابس، ايا كان هو حاجه صغيره او حاجه شويه كبيره، بيكون شويه كبر او شويه اتغيرت الظروف بتاعته او شاف الحاجات المساوئ بتاع البراكتس، فبالتالي هو مش عايز يكرر نفس القصه تاني، وكل ما يهمه في الموضوع مش عايز يروح لدكتور التقويم عشان ما يعملش تقويم تاني معدني. فالالاينر حل القصه دي بشكل حلو جدا، ان انت لما بتعرض عليه الالاينر اكتر حد بيوافق معاك ان هو يشتغل الالاينر هو بيشنت ريلابس، تمام كده. حالات طبعا السبيسنج بتبقى حالات جميله جدا في الالاينر، حالات الكلاس 2 اب تو هاف يونت بيكون الموضوع حلو جدا ولطيف بالالاينرز، بيكون تقدر ان انت تقول عليه بريدكتبل، انك تقدر تجيب الهاف يونت دي تحلها بشكل مظبوط وواضح. المايلد كراودنج طبعا او مايلد سبيسنج، مايلد كراودنج ممكن نحلها عن طريق مثلا احنا نعمل شويه اكسبانشن لو الحاله تسمح باكسبانشن، او ان احنا نحلها بالاي بي ار هو الانتر بروكسيمال ريدكشن او الستريبنج زي ما بيقولوا، تمام كده. لو حالات كلاس 3، الحالات الكلاس 3 اللي هي ممكن تكون نان اكستراكشن، ممكن نحلها برضو ب ستريبنج في اللور انسايزرز مثلا، او مثلا بالكلاس 3 الاستكس لو الاوفر بايت وضعها يسمح، زي ما قلنا من شويه المايلد اوبن بايت في حالات اللور انسايد اكستراكشن. يعني لو في حاله عندنا مودريت كلاودنج او الحاله انديكيتد للور انسايد اكستراكشن، بنستخدم ايه او الالاينر في ان هو يخلص حاله زي كده بمنتهى البساطه والسهوله. يعني عايز اقول لكم من الحالات يمكن يعني اجمل كمان من الاي بي ار، يخلصها بشكل مميز جدا ومن اول مره، يعني من اول مره من غير ريفاينمنت بيوصل معانا النتيجه كويسه جدا. طبعا الكلام ده لازم بيكون في حد بيعمل ديزاين بشكل مظبوط وبياخد باله من كل الاعتبارات اللي تخلي الحاله تمشي معاك من الاول للاخر بشكل مظبوط من غير ما تعطل في النص، تمام كده. من ضمن الحاجات برضو اللي بنشتغلها حاليا بالالاينرز هي البريمولر اكستراكشن، خصوصا لو في كراودنج وانه الموضوع مش هيكون كله انتر بوستيريور موفمنت او ريتراكشن بيور. بس طبعا احنا ك ك يعني ك حد نصيحه يعني ممكن نديها للناس، ان احنا نقول له زي ما في البراكتس او زي ما في البريسز او زي ما في التقويم العادي، احنا بننصح او بتبتدي بحالات بسيطه وبعد كده تبتدي تتدرج في الموضوع، بما انك انت بتكون اخذت شويه خبره وشويه ميكانكس واحساس بالموضوع وشفت ريزلت بنفسك. نفس الكلام في الالاينرز، فاحنا هو الالاينر بيحل اكستراكشن كيسز
وبيشتغلها، بس عشان خاطر تعمل ده محتاج ان انت تكون تتدرج في الموضوع، فتبتدي بالحالات البسيطه والسهله، وبعدين نبتدي ايه نتدرج واحده واحده مع بعض ان شاء الله لغايه ما نوصل ل اكستراكشن كيسز بالالاينرز في عيادتك باذن الله. وان شاء الله باذن الله معاك، يعني مفيش اي مشكله، نبتدي واحده واحده ان شاء الله. دي بايت بنحلها طبعا لو في انكريز كيرف سبيد بنحلها طبعا، الكلام ده ممكن يكون شويه لدكاتره التقويم. ولو في مشكله في الانامل، احنا عندنا مشكله في الانامل في البوندنج، يعني البراكتس صعب ان انت تعمل لها بوندنج بقى على الاسنان او تتكسر بسهوله، تمام كده. فبيجي الالاينر بيحل القصه دي بشكل حلو جدا، لانه زي ما قلنا بيعمل ايه احاطه للاسنان من جميع الاتجاهات، فمش محتاج ان انت تلزق. ومع الحالات اللي زي كده ممكن نلجأ ان احنا نقلل عدد الاتاشمنتس بقدر الامكان. نشوف كده صور الحالات، دي حالات زي ريلابس، سبيس اكستراكشن فتح تمام كده زي ما انتم شايفين في الصوره، فاستخدمنا عدد الاينرز قليل فبدأ ان هو يقفل السبيس ده تمام. دي حالة سبيسنج شوية كبيرة، ده استما فبدأنا نقفل السبيس برضو بالالاينرز. ممكن نعمل شوية فينيشنج للحالة دي لأنه في حصل تيبنج زي خصوصا الابر رايت سنترال تمام، فممكن ان احنا نعمل شوية فينيشنج. الحالات اللي فيها انتروجن بوستيريور ممكن نستخدم سكروز مع الالاينرز في الحالات اللي زي كده ونعمل انتروجن بوستيريور تمام كده، يعني ممكن زي الحالة دي من البكل بس، او نستخدم بكل وباليتال سكروز اكوردنج للحالة والتريتمنت بلان بتاعها وايه اللي ينفعها. الالاينمنت او الكراودنج تمام كده، ان احنا نفتح سبيس و نعمل الاينمنت للاسنان اكوردنج للكيس برضو، ايه اللي ينفع معاها اذا كان اي بي ار، اذا كان اكسبانشن للبري مولر انتر بري مولر ويدث او الانتر كراين ويدث اكوردنج للكيس، ايه الانسب ليها. دي كيسز اتعملت بالالاينر تمام. زي ما قلنا اكستراكشن كيسز اهو، ده الفور فورس اكستراكشن، وزي ما قلنا بيفضل ان احنا نشتغلها في لو في يعني اكستراكشن فور فورس هيكون افضل للكراودنج كيس، تكون الحاله فيها كراودنج ما تكونش بيور ريتراكشن وانتر بوستيريور موفمنت تمام كده. دي شكل الاتاشمنت المستخدمه ودي الريزلت. في حالات اللي هو الانسايدر اكستراكشن، دي الصور اللي تمت تقريبا بعد 8 شهور تقريبا للكيس دي، في ديزاين واحد ومجموعه واحده من الالاينرز، حصل ان احنا خلعنا اللور ليفت سنترال اللي هي ديسبليسد دي تمام. كان كميه الكراودنج عندنا اولموست يساوي ال 5 مللي بتوع اللور انسايدر، فاحنا اخترنا للحاله دي ان هي تخلع لور انسايزر كتريتمنت بلان، وبعد كده عملنا الاينمنت من غير ما نعمل اي بي ار او ريدكشن او انتر بروكسيمال ريدكشن يعني. فكانت الحاله تمت بشكل حلو جدا والبيشنت كانت مبسوطه جدا. من الحالات برضو الجميله للدكتور اللي بيتجي لنا كتير في العياده فكره انه البيشنت ده يا دكتور هيعمل زراعه او هيعمل مثلا تركيبه، فاحنا عايزين نظبط الاسنان بشكل ان هو يخلينا نقدر ان احنا نعمل الامبلانت دي تمام كده. فالبيشنت دي جايه تشتكي، بس انا متحوله من دكتور الزراعه او من مختص الزراعه، عايزين نعمل امبلانت في الابر رايت فور والمسافه بتاعته صغيره، يعني دي الكيس تمام كده. فاللي احنا شفناه في الكيس انه في posterior cross bite في الرايت سايد تمام كده، بس هي ما كانش فيها فانكشنال شيفت تمام كده، فما كان وهذا البيشنت حوالي 34 35 سنه، فما كانتش بالنسبه لنا مشكله او ما كانش لازم ان احنا نحل ال posterior cross bite، لكن اهتمينا صراحه ان احنا
نحل الانتيريور كروسويد في ايدج تو ايدج ريليشن كلاس 3 انسايزر. تمام كده، خلينا نشوف الصور اللي هي البري فو والبوست تحت في الرايت سايد، وعندنا الفرونتال وعندنا الاوبر في الصوره الثالثه الاوبر اوكلوزال. فهي واضحه قوي في الصوره اللي هي الفرونتال، انه من اول الكراين في كروس بايت، الكراين كان في كروس بايت، وكان الانسايزرز في كلاس 3 او في ايدج تو ايدج ريليشن. تمام كده، وكان في ميد لاين شيفت. فاحنا اللي احنا عملناه في وقت تقريبا اقل من 6 شهور، ان احنا الكناين كان المين كونسبت بتاعنا ان احنا نفتح سبيس للامبلانت الابر رايت، ففتحنا سبيس للامبلانت. حلو كده، فبقى السبيس يكفي اراوند 7 مللي تقريبا، فكان يكفي الامبلانت بتاع الابر رايت فور. وكمان عدلنا الاوكلوجن، فالانتي الكناين طلع من الكروس بايت زي ما انتم شايفين، والميد لاين اتظبط الابر مع اللور، والكلاس 3 او الايدج تو ايدج ريليشن في الانسايدرز اتعدلت. فاهمين قصدي ايه؟ فلما تعمل الكلام ده كله في اقل يعني تقريبا 6 شهور، بتكون بالنسبه حتى للدكتور الزراعه او مختص الزراعه اللي هو بعد البيشنت يعمل القصه دي، بتكون حاجه عاليه جدا وسريعه جدا في عالم التقويم بشكل عام. فضمن ضمن الحالات اللي ممكن تجوينت فيها، مش شرط التقويم بيحل كل الحاله من الاول للاخر، لا، ممكن ان احنا كتخصصات انت بتعمل الدور بتاعك وهو بيعمل الدور بتاعه، بحيث ان الحاله كتريتمنت بلان جنرال كده تكون الدنيا مظبوطه وافضل للبيشنت. نيجي بعد كده للكونترا انديكيشن في الالاينرز. من الحالات اللي ممكن تستصعب انك انت تشتغل بالالاينر هو الامباكشن. يعني مثلا عندك حاله امباكت كناين، فانت الموضوع يعني مش ده الاختيار الاول صراحه، خصوصا للناس اللي لسه هتبتدي. وان كان احنا شغالين على حاله امباكشن ابر كناين دي، الالاينرز بس لسه الموضوع طبعا بمساعده السكروز وكده، بس لسه ما خلصتش، فبالتالي يعني ممكن نعرضها في محاضره لاحقه ان شاء الله. ديب وايت كيسز اللي هي بتتطلب ان انت تعمل اكستراكشن، الموضوع بيكون يعني هي الحاله صعبه اورثودونتيكالي وبالواير، وحاله من الحالات الصعبه بالاورثو وبالبريسز، فبالنسبه للالاينر الموضوع بيكون اصعب كمان. طبعا البيشنت اللي هو الكومبلاينس بتاعه فيه ايشو، يعني هو مش هيسمع كلامك، او يعني النقطه دي انت مش ضامنها، طبعا الالاينر مش الاختيار الانسب ليه خالص. لو حاله فيها اكستراكشن مثلا ل 6 او الفيرست مولر، السبيس كبير، فالموضوع في الالاينر خصوصا لو فيها ريتراكشن بشكل كبير وما فيهاش كراودنج، الموضوع شويه بيكون تشالنجينج في الالاينر، وبلاش ان احنا نبدا دي. وزي ما قلنا من شويه الباي ماكس كيسز، لو هي يعني الاسنان الايند كويس، وانت بس البيشنت بيشتكي من السيكنج اوت او من بروتروجن، وعايز الحاله بتاعه ان احنا نخلع فور فورز ونرجع بيور ريتراكشن، يعني ده ما نفضلش ان احنا نبتدي علاج حالات زي كده بالالاينر خالص، الا لما نمشي شويه حلوين يعني في الالاينرز والكيسز، ونبتدي ان احنا نعالج حالات بسيطه في الاول، وان شاء الله مع بعض باذن الله بنوصل لنتائج كويسه. الورك فلو بشكل عام، ايه اللي بنعمله انا كدكتور اسنان جاي لي بيشنت، او كدكتور تقويم جاي لي بيشنت وبيطلب الاينرز او حالته من الحالات اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي الانديكيشنز، وانا عايز اشتغل الاينر في عيادتي، ايه اللي بيتم؟ اول حاجه ان انا باخد سكان للبيشنت، يا اما بانترا اورال سكانر لو متوفر عندي في العياده، طبعا بيدي ريزلت حلوه جدا ومضمونه، عن لو احنا واخدين امبريشن، لكن عموما بنشتغل سواء كده او كده بنشتغل، لكن طبعا لو امبريشن بيكون في ريفاينمنت فيز بشكل باحتماليه اكبر من الحاله لو باديه بانترا اورال سكانر. تمام كده، فهما الاثنين بيشتغلوا، لكن الاولويه طبعا والايه بس
الاولويه طبعا ليه؟ الانترا اورال سكانر. بعد ما البيشنت بناخد له انترا اورال سكانر بنبعت الاسكان لشركه الالايدرز. هنكتب لكم طبعا ان شاء الله في الاخر ارقام التواصل وطرق التواصل معانا. لما الاسكان بيوصل او حتى من قبل الاسكان كمان لو في صور للبيشنت ممكن ان انت تبعتها لنا نعمل ابروفل عليها من حيث المبدا ان هي انديكيتد لالايندر او لا. يبقى احنا في الاول هنصور البيشنت الصور اللي هي العاديه بتاعه التقويم اللي هي بتتعمل في مثلا في مراكز التصوير او مراكز الاشعاعات اللي هي الصور المعتمده بتاعه التقويم العاديه خالص. حلو كده، انترا اورال واكسترا اورال وبانوراما وسيفالو. حلو كده، وبعد كده بنبتدي نبعتها للاب وبنقول له الحاله دي انديكيتد ولا لا. حلو كده، فانا بشوف الحاله كديزاينر وكاورثودونتست وبقول لك مثلا او بنتناقش في التريتمنت بلان. وانس ان التريتمنت بلان بتاع الكيس او الكيس انديكيتد بقول لك الكيس مثلا يعني ككوست او كعدد الاينرز او كوقت تريتمنت او ايه التريتمنت بلان بتاعتها. بنتكلم في كل التفاصيل دي حتى من قبل الاسكان. تمام كده، ممكن ان احنا نعمل كده. وبعد كده بنبتدي ناخد سكان البيشنت زي ما قلنا من شويه، سكان الانترا اورال سكانر تمام طبعا مفضل، او ان احنا ناخد امبريشن. طبعا لو هناخد امبريشن هناخده برابر بيز هيفي ولايت بحيث ان احنا ندي الموضوع كل الديتيلز اللي موجوده في الاورال هايجين، اسف في الاورال كافيتي او الاوكلوجن تكون بالنسبه لنا واضحه. تمام، فاحنا نكون طبعا عاملين اورال هايجين كويس للبيشنت وسكيلينج وبولشنج ومظبطين الدنيا بشكل حلو قوي قوي عشان لما نبعت الاسكان او لما نبعت الامبريشن تكون الدنيا بالنسبه لنا واضحه ان احنا نقدر ندي فينش اعلى للبيشنت وللدكتور. تمام كده، اي اهتمام بيحصل من الدكتور للحاله بيترجم فينش اعلى للبيشنت على طول في الالاينمنت لان كل نقطه بالنسبه لنا مهمه. تمام، بعد الاسكان بنعمل الديزاين. بعد ما بنعمل الديزاين للحاله اكوردنج للتريتمنت بلان المتفق عليها بنبتدي نوري للدكتور وللبيشنت فيديو انيميشن للحاله، بتوري له شكل الاسنان قبل وبعد او بتوري له خطه العلاج اللي هتتم ومراحل العلاج بشكل مفصل لغايه الاخر، وده الشكل النهائي في الفيديو المتوقع للحاله. تمام كده، وساعتها بيتحدد العدد الاكيوريتلي عدد الالاينرز. تمام كده، وبعد كده بيبتدي الدكتور يوري الفيديو للبيشنت. دي اسنانك وده شكل الاسنان. الفيديو من ضمن الحاجات اللي عارفين اللي هو ايه بتشجع البيشنت جدا ان هو يبتدي، يعني دايما حتى في التقويم العادي او في البريسز يا دكتور هو انا ما ينفعش ان انا اشوف شكل اسناني بعد الموضوع هيبقى شكلها عامل ازاي. فانا ممكن اديله اوبشن للحاله ان احنا ممكن ناخد سكان واريله حتى شكل اسنانه، خصوصا لو هنبتدي الاينرز يكون الموضوع حلو جدا ومشجع جدا للكيس ان هي تبتدي. بعد ما بناخد الفيديو بناخد ابروفل من البيشنت ومن الدكتور اللي هو ماسك الحاله بخطه العلاج والفينش، وبعد كده بنبتدي ان احنا نعمل الاينر فابريكيشن ونطبع الالاينرز وبنبتدي نبعت الالاينرز للدكتور. تمام، ميزه الموضوع ده ان انت خصوصا يعني اهلنا في اليمن والدكاتره اللي بيتواصلوا معانا من هناك لما شافوا كيس كانت مع الدكتوره ليالي اللي هي البروموتر بتاع الموضوع او يعني اول حد اتعامل معانا من اليمن، ف كان شيء مستغرب يعني انه في يعني الشركه في مصر والبيشنت في اليمن والبيشنت ما جاش مصر وجاست بس ان احنا خدنا له سكان وبعتنا الديزاين على الايميل او درايف او وات ايفر الطريقه او الواتساب حتى، وبعد كده بنبتدي نستلم حاجه تجي لنا شحن. فقصه الالاينرز يعني ادت لنا فرصه ان احنا نوسع دايره الشغل بتاعتنا ونتارجت ناس حتى من بره مصر ان احنا نشتغل معاهم، وان البيشنت يشوف ريزلت، وان الدكتور اللي هو مسافر او مش موجود في نفس البلد يشوف ريزلت. فدي بالنسبه لنا حاجه يعني الحمد لله رب العالمين، حاجه مميزه جدا في الالاينر تحديدا. دي شكل
الخطوات اللي احنا قلناها، تمام كده؟ طيب ننتقل بقى على موضوع الاتاشمنت. ايه اللي احنا بنعمله في الاتاشمنت؟ الاتاشمنت دي عباره عن حاجه كومبوزيت بيتحط على الاسنان ببساطه شديده جدا. هو طبعا الديزاين او الشكل بتاع الاتاشمنت متصمم في الديزاين او في السوفت وير بتاع الالاينر، تمام كده؟ الديزاينر هو اللي بيعمله او هو اللي بيحدده، وبيحدد الحجم والشكل المناسب ليه اكوردنج للحاجه، تمام كده؟ فاحنا لما بنعمل الاتاشمنت بتيجي للبيشنت او للدكتور اللي هو اللي بعت لنا الكيس، بيروح له اول حاجه او اول شيت بيوصله هو شيت الايه؟ التمبلت، اسمه تمبلت، اللي هو المسؤول عن ان احنا بنركب بيه او بنلزق بيه الاتاشمنت، تمام كده؟ الاتاشمنت دي باختصار هي حاجه زي بتكريت اندر كات عشان نقدر ان احنا نعمل كنترول لسنه او موفمنت معينه هي صعبه بالالاينر لوحده ان هو يعملها. ده باختصار عشان بس ايه قصه الاتاشمنت بتكون قصه شويه عميقه وفيها تفاصيل كتير للمختصين في اللاب، لكن بشكل عام للدكتور اللي هو يستقبل الكيس هو بس ما اللي هي زي اندر كات بتستخدم ان احنا نكنترول السنه او الكنترول الموفمنت اللي احنا هنعملها بشكل ادق وافضل، تمام؟ ومش كل الاسنان بيكون عليها اتاشمنت. طبعا بيوصلنا لسه زي ما هنشوف بعد شويه زي لاب ريبورت بيكون مكتوب عليه شكل الاتاشمنت ومكانها فين بالظبط وعددها، تمام كده؟ وخلينا نشوف زي فيديو كده بيوضح لنا ازاي ان احنا نتعامل مع التمبلت ده. التمبلت ده يعني خلينا اقول لكم سريعا وبعدين نشوف الفيديو. هو زي الالاينر نفسه بس بيكون شويه مليان او شويه فيه مرونه عن الالاينر، تمام كده؟ الالاينر يعني بيكون ريجيد اكتر منه. بعد كده بيكون فيه الشكل بتاع الاتاشمنت نفسه بس بيكون متفرغ من جوه من اللينجوال او من الانسايد بتاع الايه؟ بتاع الالاينر. بنبتدي ان احنا نتشيك الاول التمبلت بيكون راكب على الاسنان بشكل كويس ولا لا، تمام؟ بعدين بنشيله، بعدين بننضفه كويس من اي سلايفا او كده، تمام؟ ايزوليشن كويس، اتش وبوند على الاسنان، كيورنج، وبعدين بنبتدي ان احنا نحط كومبوزيت. ممكن نستخدم كومبوزيت بتاع ريستوريشن لو عندنا كومبوزيت ريستوريشن، وممكن نستخدم كومبوزيت اللي هو فلوبل بس يكون نوع فلوبل كويس، تمام كده؟ وبعد كده بنحط الفورم كومبوزيت في التمبلت، وبعد كده بنبتدي ان احنا نعمل جنب جنب، يعني نعمل مثلا الرايت سايد الاول وبعدين الليفت سايد في الابر، تمام؟ ممكن نشتغل مثلا اثنين او ثلاثه اتاشمنتس بالكثير في المره الواحده اللي احنا بنعمل منها فيها لودنج، وبعد كده نشيل التمبلت ونعمل الاتاشمنت التانيين، وبعدين نركب التمبلت تاني ونلزق الاتاشمنت التانيين. فاحنا بنلزق الاتاشمنت كلها في جلسه واحده لكن على مراحل او على كذا مره بحيث ان احنا نقدر نعمل كنترول كويس قوي لمكان الاتاشمنت، ان احنا نعمل بريشر او نعمل نتاكد انه التمبلت راسي كويس قوي وفيتد كويس قوي على الاسنان اللي هنركب عليها الاتاشمنت. كل خطوه احنا بنعملها بتكون اقرب للصح ومعموله بشكل سليم بتدي ريزلت معانا افضل، تمام كده؟ هنشوف الفيديو ده بيوضح لنا شكل الطريقة اللي احنا هنعمل فيها ايه او هنركب بيها الاتاشمنت. خلينا نتابع مع بعض كده. لو الصوت واضح برضو قولوا لي.
تمام كده يا دكاترة، يبقى احنا عرفنا ازاي بنلزق الاتاشمنت لما تجي لنا من اللاب الالاينرز او العلبه بتاعت الالاينرز. اول حاجه فيها هي التمبلت، وهو المختص بايه؟ بان احنا نركب بيه او نلزق بيه الاتاشمنت. تمام كده؟ نيجي بقى للموضوع بتاع ان احنا يعني ايه الانستراكشنز اللي احنا هنقولها للبيشنت بخصوص الالاينرز. اول حاجه اورال هايجين، دايما حافظ على الاورال هايجين ان هو يكون سوبر طول الوقت، فده بيدي ريزلت كويسه وبيمنع الكالكولاس والحاجات اللي زي كده ان هي تتكون، فتمنع او تقلل البريدكتابيلتي بتاعت الاسنان ان هي تتحرك بالشكل السليم. طبعا بشكل عام هو الالاينر بيتلبس 22 ساعه في اليوم، يعني طول الوقت، ما عدا بس بيشيله البيشنت وقت الاكل بس ياكل وبعد كده بيرجع ان هو يلبس الالاينر تاني. في الوضع العام هو بيغير الالاينر كل اسبوعين. في الوضع العام ما في بعض الحالات بنخلي البيشنت يغير المده دي، بس طبعا بيكون بالبريسكريبشن، يعني احنا بنبعت للدكتور لكل حاله على حده التريتمنت بلان بتاعتها وايه الوقت المناسب ان البيشنت يغير الالاينر بعده لكل حاله على حده، بس في الوضع العام بنقول اسبوعين. بنستخدم حاجه اسمها التشيويز، دي حاجة بتخلينا نضمن انه الالاينر فاتت كويس على الاسنان طول الوقت. طيب ايه الطريقة اللي احنا بنستخدم بيها التشيوز دي؟ خلينا لما نشوف شكلها هقول لكم على تيبس فيها. طبعا بننظف الالاينر نفسه، يعني زي ما انت بتعمل اورال هايجين لاسنانك بتبقى محافظ طول الوقت على الالاينر نفسه ان هو يكون نظيف، فبنغسله بالفرشة بتاعة الاسنان عادي بس بدون معجون، يعني ممكن بالفرشة والمية او بالفرشة وصابون سائل عادي جدا، بحيث ان انت تفضل محافظ على نظافه الالاينر واللمعان بتاعه والشفافيه بتاعته. تمام كده؟ المعجون بيعمل شويه ستينز او بيخلي الالاينر شكله يعني مع الوقت شاحب شويه، فبالتالي بلاش معجون السنان نغسل بيه الالاينر. ان احنا نستخدم سيفتي بوكس عشان نحط فيه الالاينرز في حاله ان احنا مش بنستخدمه. يعني كتير بيجي لنا فيدباك من بيشنت مثلا حط الالاينر بتاعه في منديل مثلا وهو بياكل في مطعم، خلاص هو دلوقتي داخل المطعم وهياكل، حط الالاينر بتاعه في منديل، نسي الالاينر بتاعه في المطعم، شال المناديل بالبقايا الاكل وراح الالاينر ضاع. دي اكتر حاجه بنسمعها مشكله بتخص ان الالاينر ضاع، فبالتالي بننصح ان احنا البيشنت بتاعنا بندي معايا سيفتي بوكس زي البوكس بتاع الالاينر كده، بتاع اسف الريتينر اللي بندي للبيشنت بتاع الريتينر بعد التقويم، بحيث ان هو وانس انه هيخلع الالاينر بتاعه ويحطه في السيفتي بوكس ده، ويكون حاجه واضحه بالنسبه له وبالنسبه لاي حد من المحيطين.
من ضمن الحاجات اللي ممكن في بعض الاحيان تسرع التيت موفمنت مع الالاينر هو الاكسلنت، هو زي جهاز كده بنستخدمه، او يعني مش كل الناس بتستخدمه. لتسريع الموضوع انا شخصيا ما استخدمتوش، لكن عليه بيبرز بتقول انه في بعض الاحيان الاكسلريت ده بيسرع التوت موفمنت، ولكن في بيبرز بتضاد الموضوع ده. لكن بشكل عام الكيسز اللي احنا بنوريها لكم ما استخدمناش فيها الاكسلريت، فما تقلقوش من القصه دي، بس هي حاجه نعرفها. طيب التشيوز، خلينا نتكلم في النقطه بتاعت التشيوز، او ان ازاي نضمن ان الالاينر يكون فيتد كويس طول فتره العلاج. ده شكل الالاينر في الصوره ايه اول ما ركبناه للبيشنت. شايفين في جزئيه كده من الالاينر تحت الاسنان، اوكلوزال كده باينه قوي عند السنترال واللاترال، تمام؟ في بتعمل لي مثلا كده فاضي من الاسنان، ما فيهوش يعني السن مش مليئه على الاخر، ده فاضي في الالاينر. هو ده الجزء اللي احنا بنسعى طول الوقت انه ما يكونش موجود، تمام؟ فاول ما البيشنت بيلبس الالاينر الجديد بيكون بتلاقي المنظر ده اللي هو في الصوره ايه. بنعمل احنا بقى عشان نعمل فيتنج كويس للالاينر، بنستخدم اللي في الصوره بي، تمام كده. التشيوز دي لو مش موجوده في الستور او ما جبتكش من الشركه، بنستعيض عنها بالسكشن تيبس، تمام كده. يبقى السكشن تيب بتاعت اللي موجوده في كل يونتس الاسنان وفي كل عيادات الاسنان، السكشن تيب دي بديله للتشيوز، تمام زي ما هي كده. البيشنت حتى هي يعني ممكن تكون شويه بالنسبه للبيشنت اكسسبل اكتر، ان هو ماسك السكشن تيب وبيعض على السكشن تيب بالابر واللور، بيوكلود عليهم يعني، بيعض على السكشن تيب دي او التشيوز، فبيتاكد طول الوقت انه الالاينر فيتد على الاسنان. طيب الطريقه اللي احنا بندي للبيشنت انستراكشن ان هو يعض بيها على السكشن تيب دي ايه؟ بنبدا من البوستيريور تيز، بيحط السكشن تيب، تمام؟ ونبتدي نعض، مثلا خلينا نقول على السكس الابر واللور سكسس قصاد بعض، فنبتدي نعض، تمام؟ بنحط السكشن تيب من 10 ل 20 ثانيه عضه متواصله، البيشنت قافل بشكل متواصل من 10 ل 20 ثانيه على مثلا الابر واللور سكسس، بعد كده بيفتح وبيقدم السكشن تيب على الفايف البريمولر اريا، بعدين بيعض عضه متواصله من 10 ل 20 ثانيه، تمام؟ بعدين بيشيل وبيحط على الكناين، وبعدين بيبتدي يعض من 10 ل 20 ثانية، وهكذا نلف لغاية ما نوصل للسكس الناحية التانية، تمام كده؟ دي الطريقة اللي احنا بنستخدم بيها للتشيز، الطريقة الصح. طيب بنعمل الموضوع ده كام مرة؟ بنعمل الموضوع ده من مرتين لثلاثة في اليوم. من ضمن الأسرار بتاعت الألاينر، لو أنت عملت الموضوع السكشن تيب ده أو التشيز وطول الوقت إنه الألاينر فيتد كويس على الأسنان 100%، انت بتلاقي الريزلت وبتلاقي النتائج بتاعت البيشنت هايلي بريدكتبل، حاجه يعني جامده جدا، وحاجه زي ما الديزاين بيعمل. طول ما اللاينر فيتد كويس على الاسنان اضمن ان الامور بتاعتك ماشيه كويس، تمام. اول ما تلاقي مشكله ان الالاينر بدا يبقى كده ومع استخدام التشيوز مش بيحصل ادابتيشن 100%، لازم ترجع ايه تتواصل معاه، تمام. من الحاجات اللي احنا ممكن بنلجأ ليها في ازاي بنحل كراودنج مثلا، خصوصا الناس بتوع التقويم او اخصائيين التقويم، لما بنيجي مثلا نفتح سبيس للابر لللور انسايكل دي اللي هي ديسبليسد، فبنيجي نعمل ايه بشكل عام في البراكتس حتى زي ما قلنا هنثينك بيسز ونأكت الاينر. اول حاجه بنفتح سبيس للانسايزر بالاوبن كويل او بالطريقه، وبعدين بنبتدي ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نبتدي نحرك الانسايزر ان هو يبقى الايند مع الاسنان، سواء ان هو كان في بوزيشن هاي امباكتد كلاين مثلا او ملوش سبيس او كده، او في كراودنج زي ما احنا شايفين. القصه بتاعت فتحه السبيس الاول وبعد كده حركه الاسنان دي حاجه اسمها الستيجنج، من ضمن الحاجات اللي بتؤثر جدا على نجاح التريتمنت بلان، انه اللي بيعمل ديزاين يكون حد مختص تقويم، يكون فاهم ايه التيث موفمنت المناسبه وايه الوقت الطبيعي او الانسب لتحريك السنه دي، لانه اي سوفت وير بيبتدي يحرك الاسنان بتتحرك كلها مع بعضها، كل السنان بتتحرك ايه مع بعضها.
الطريقه الصح بقى، عشان تبقى الامور بريدكتبل وتقدر ان انت تاخد ريزلت من الموضوع بشكل كويس، مفيش حاجه تعطل معاك في النص، او مفيش حاجه، او مفيش موفمنت انت تلاقيها بتتم على السوفت وير ما تمتش كلينيكالي، هي النقطه زي النقطه دي، هي التشيوز، وزي النقطه بتاعت ان احنا بنفتح سبيس الاول. طب مين المسؤول عن فتح السبيس الاول؟ هو الديزاينر. الديزاينر هو اللي بيفتح سبيس الاول، بعدين بيبتدي يحرك الاسنان، يبقى زي اللايرنج او زي الستيجنج المظبوط بالنسبه للكيس، تمام؟ فانت لما هتلاقي حاله كراودنج، انت حتى هتلاقي الفيديو بيحرك، بيفتح سبيس الاول للسنه الكراودد، بعدين بيبتدي يحرك الانسايزر. انت كده تضمن انه اللي عامل لك الديزاين ده حد فاهم كيف موفمنت بيزكس، تمام كده؟ طيب الحاجه الثانيه دي الاتاشمنت، حلو؟ اللي احنا اللي هو معلمها هنا بالرصاص، الصوره ايه؟ معلم الحدود بتاعتها بالقلم الرصاص، حلو كده؟ وهنا الالاينر. الالاينر لما جينا نركب الالاينر على الاسنان، لقينا السوكت بتاع الالاينر، بتاع الاتاشمنت اللي في الالاينر، مش ماشي مع الاتاشمنت اللي على السنه، تمام كده؟ فلما يكون ده موجود، معناها انه في ميس تراك، في انه الالاينر بيحكي في مرحله، والاسنان لسه بيهايند المرحله دي بشويه، يعني لسه ما وصلتش للمرحله اللي فيها الالاينر دي، فلازم تراجع، ترجع تسال الديزاينر، او ترجع تسال اللاب ايه التصرف الانسب. غالبا بيكون ان انت بنعمل تصوير للاسنان، بنشوف المرحله الاقرب للاسنان فين، وبعد كده بنقول لك ارجع للالاينر رقم كذا، بحيث ان الاتاشمنت دي تكون فيتد كويس مع الالاينر، ونبتدي من وقتها. لانه اللي حصل بقى ساعتها انه البيشنت بيعدي عدد الاينرز، بي 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 بيمشي بسرعه اسرع من التيث موفمنت، بدون ما بيعمل، ما بيضمن انه الفيتنج بتاع الالاينر 100% موجود، تمام؟ ومن غير ما انت كدكتور تتابع الكيس وتشوفها. يعني لو انت مش متابع الكيس والبيشنت بعيد عنك، لازم تطمن، زي ما احنا بنعمل في البيشنت، احنا بنتابع بيشنت كتير اونلاين. فهو بيكون مسافر او في اي مكان، واحنا بنتابعه اونلاين، بنشوف صور، زي صورة بنشوفه وهو لابس الالاينر. لو لقينا الموضوع بشكل كده، بنقول له ارجع للالاينر رقم كذا، عشان انت كده جريت للالاينر، والاسنان لسه بيهايند، لسه ما حصلتش الموضوع او عدد او رقم الالاينر اللي انت فيه، ودايما نضمن ايه موضوع التشيكس زي كده، يعني في الصوره دي، تمام كده؟ دي بقى الحاجات اللي ايه، التبس الكلينيكال، اللي انت ازاي اتابع الاينر. يعني البيشنت لما بيجي لي في المتابعه بشوف ايه؟ بتشوف الوضع ده. لو شفت انه الفيتنج بتاع الالاينر ما هواش 100%، كده انت تعرف انه الالاينر مش ماشي مع الاسنان، فبالتالي الموفمنت بتاعت الاسنان كلينيكالي مش هتتحقق. طيب نعمل ايه؟ هنبتدي نرجع بقى، طالما الموضوع في كل الاسنان بالشكل ده، يبقى كده الالاينر سابق كتير، فبنبتدي نرجع بالالاينر لرقم اقرب لل ال برقم اقرب ل ايه وضع الاسنان، تمام؟ فنبتدي مثلا ايه، لو الوضع ده ممكن نرجع لاينرين ثلاثه ونتشك، لو فيتنج كويس تمام، يبقى نبتدي من الرقم ده، لو لسه فبنرجع اكتر، وهكذا لغايه ما نلاقي الفيتنج بتاع الالاينر كويس، ونبتدي ان احنا ايه، نمشي من الالاينر ده. عشان كده من ضمن الحاجات المهمه برضو جدا في الالاينر، انه البيشنت لازم يحتفظ باي الاينر قديم هو لبسه وبدا يتخطاه وراح للرقم اللي بعده. يعني هو لابس رقم واحد واثنين وثلاثه، فواحد واثنين وثلاثه دول موجودين، ما يرميهمش، تمام كده؟ لغايه ما ايه، ما يخلص التريتمنت كلها. عموما يعني اي الاينر يتلبس بعد ما يتشال من البيشنت، ينضفه كويس، وبعدين يشيله في الباكت بتاعه، بحيث انه ما يتلخبطش في الترقيم او الارقام بتاع الالاينرز، حلو كده؟ عشان لو في لا قدر الله مشكله زي كده، بيسهل ان احنا نعمل رجوع للالاينر المناسب للكيس في وقتها. لو احنا لقينا الالاينر، لو احنا لقينا الالاينر ماشي مع كل الاسنان، ما عدا انه
انه مثلا الابر لاترالز مثلا الابر لاترالز مثلا سكيبد الالاينر او سكيبد التريتمنت وكل الاسنان الالاينر ماسك فيها بشكل كويس وفدد عليها بشكل كويس تمام كده. يبقى احنا هنسيب اللاترالز دول طالما الالاينر ماشي مع كل الاسنان ما عدا الابر لاترالز وهي اكتر اسنان ممكن الالاينر يسكيب. ممكن الالاينر يسكيب فبالتالي ان احنا لازم ايه؟ ان احنا ممكن نكمل الالاينر طالما هو ماشي في كل الاسنان ما عدا الابر لاترالز وبعد كده بنعمل فيها تب بنخلي الالاينر يمشي مع كل الاسنان طالما هو في بعد كده ممكن نعمل ايه الكلينيكال تيب دي بنركب بطن على اللينجوال بتاع اللاترال زي ما انتم شايفين لينجوال وبطن بكل وبنفرغ مكان من الالاينر لمكان البطن حلو كده زي ما انتم شايفين في اخر الصوره تمام. وبعد كده اللي هم الصورتين اللي من تحت وبعد كده بيلبس البيشنت الالاينر وبيحط الاستيك غالبا بيكون تمن يعني ميديم ان هو من البطن ده فوق الالاينر للبطن ايه الباك بحيث ان هو يعمل اكستروجن للابر او اللور لاترال اللي هم سكيبد تريتمنت لوحدهم تمام. ده بيكون على اخر الاينر يبقى احنا بنمشي بالالاينرز كلها لغايه ما نخلص وبعدين اخر الاينر بنعمل فيه ايه القصه دي لو هي سنه واحده بس هي اللي عملت سكيب للتريتمنت بلان بتاعي. لو بنيجي نستخدم كلاس 2 الاستكس هيبقى هو ده الشكل هنعمل هنفرغ مكان للور 6 نحط فيه بطن وكمان الابر كناين ونحط الاستكس على الاثنين بطنز كده بحيث ان احنا نستخدم كلاس 2 الاستكس مع الالاينرز لو هي بلاند في الكيس. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا ازاي ان احنا طبعا يعني ازاي ان احنا نقرا او نستقبل بريسكريبشن من المعمل. المعمل بيبعت لك يا اما صورة زي كده او بي دي اف زي ما هنشوف بعد شوية. الصورة دي بتقول ان انت محتاج ان انت تعمل اي بي ار في المكان ده في الابر مثلا عندنا الابر اوكلوزال اهو عندنا ميزيال تو سنترالز في 0.2 وعندنا ديستال للسنترال وميزيال لللاترال في 0.4 في الناحيتين تمام كده. فاحنا اللي احنا هنعمله ان احنا هنستخدم الستريبنج شيت اللي هو الشيت بتاع الاي بي ار ان احنا نعمل لما بيكون هو دبل سايدد بيكون هو بيعمل 0.2 لو هو الستريبنج دي عدت باسبلي تمام كده يبقى هي عملت اي بي ار بمقدار 0.2 يبقى هي هتعدي مره هنا وهتعدي مرتين هنا تمام مرتين باسف مره مثلا عند الاينر رقم واحد ومره عند الاينر رقم أربعة مثلا. إحنا كده يعني طبعا إحنا بنحدد أوقات الأي بي آر وكميتها لكل حالة على حدة وبنبلغ الدكتور بالتفاصيل دي بشكل دقيق جدا فما تقلقوش من القصة دي. أنا بس بشرح لو بعتنا صورة زي كده إيه المفهوم بتاعها تمام. البي دي إف اللي بيطلع من السوفت وير بيكون بالشكل ده يعني مثلا خلينا نقرا مع بعض كده لو عندنا مثلا بين التو سنترالز في إيه سهم كده طالع بيقول لك 0.2 مليمتر عند ستيج رقم 1 تمام. فانت عند ستيج رقم 1 الاينر رقم 1 هتعمل 0.2 اي بي ار في الكونتاكت دي وهكذا. في مثلا عند الرايت سنترال ولاترال عندنا عند ستيج 1 0.2 وعندنا عند ستيج 7 0.1 فاهمين قصدي ايه؟ فده الطريقه اللي بنشتغل بيها اي بي ار بنعمل بيها ستيجنج. مش كل الاي بي ار شرط ان هو يتعمل في نفس المرحله ممكن الاي بي ار يكون مثلا كبير شويه 0.4 او 0.5 فالمره الواحده بنعمل فيها 0.1 او 0.2 according للثيكنس بتاع الشيت بتاع الاي بي ار او بتاعه الستريبنج بيبر اللي احنا مستخدمينها معظمها 0.1 او 0.2 تمام. فاحنا المره الواحده بيكون فيها 0.2 حلو كده. وبعد كده بيقول لك عند ستيج 1 او عند ستيج 7 او ايا كان الستيج according للتريتمنت بلان المبعوثه للكيس. برضه من البي دي اف بيكون متضمن شكل الاتاشمنت يعني هو بيقول لك كده بكر عندنا عند الابر مثلا سنترال وعلى اللاترال في اتاشمنت شكلها كده عند الابر رايت 7 في اتاشمنت شكلها كده وهتلاقوا في اللينجوال في اللور ليفت لينجوال في اتاشمنت راكبه لينجوال فزي ما هو مكتوب كده في اللينجوال هتلاقي فيه اتاشمنت فتاخد بالك انه في بعض الاحيان بيكون فيه اتاشمنت
وهننبه ان شاء الله بير كيس اكوردنج للتريتمنت بلان بتاعتنا. دي نوتس بتتبعت اكوردنج، زي ده مثال ليه نوتس بتتبعت. الجول في تريتمنت بلان هو الاينمنت، ايا كان الجول عامل ازاي، تريتمنت ديوريشن بتكون كذا، ان احنا ايه المفضل للبيشنت ده، بنستخدم فول تايم ويلنج، بنتغير الابر مثلا في الحاله دي كل 2 ويكس، اللور بنغيره كل مانث، الاي بي ار نيدد بالكميه الفلانيه عند الاينر رقم كذا، والاتاشمنت فين، وهكذا. طبعا دي نوتس بتتعمل جنرال كده لكل بيشنت على حده، ممكن تلاقيها مبعوثه لك مع اللينك اللي فيه ايه الفيديو بتاع الكيس والتريتمنت بلان بتاع الكيس. تمام، دي صور حالات قبل وبعد. من ضمن الحالات المميزه جدا اللي اشتغلناها هي تصليح على كلاس 3 انسايزرز لبيشنت ادلت بدون اي بي ار وبدون كلاس 3 الاستكس، حتى يعني هو بيشنت بس بيلبس الالاينرز بس. على مدار 8 شهور لسنه كان الريزلت دي كانت موجوده. تمام، دي صوره نفس البيشنت للرايت سايد، هي كان في اللور في سبيسنج، احنا بنقفل السبيسنج دي، وطبعا التيبنج اللي حصل في اللور رايت 7 ده هو بيحصل له بروتراكشن، احنا بدانا ان احنا نتعامل مع القصه دي. تمام كده، بس احنا اهم حاجه ان احنا صلحنا للبيشنت الكلاس 3 ريليشن الواضحه والعنيفه اللي كانت بالشكل ده لعضله البيشنت بدون ما يعمل اي حاجه غير ان هو يلبس الالاينر بتاعه بانتظام. ده شكل اللور ارش انكلوزن، دي السبيسز شوفوا قلت ازاي. تمام كده، البيشنت دي شفتها مره في الدايجنوزز عشان اشوف بس اذا كان في فانكشنال شيفت او لا، والاعتبارات الاخرى اللي هي كشف التقويم، وشفتها تقريبا بعد ما يعني دي صوره في الميد تريتمنتس اللي خلينا نقول وبعد فيز 1، شفنا الدنيا فيها ايه، فشفتها يعني واخدنا صور. ما شاء الله التقدم كان حلو جدا للبيشنت، انا شفته مره في السنه. السر من اسرار الالاينر البيشنت الملتزم، دي كيس سبيسنج، حاله سبيسنج بسيطه في اللور انسايزوس اتقفل، وكان في سبيسز ديستال للكنايز الابر برضو اتقفلت، دي حاله كراودنج ميلي، يعني الكناين الابر كان ديستال انجليتد وكراودد، الكراودنج الاكتر كان في اللور انسايزر. شوفوا شكل البايت، يعني حصل ليفلنج للكيرف اوف سبيد، كان الابر انسايزر فيه اكسكلوجن، حاليا اللور اسف اللور انسايزرز دلوقتي اللور انسايزرز الاوفر بايت اتصلحت بشكل حلو جدا، والالاينمنت يعني خلينا نشوف الصوره، دي صوره الابر لنفس الكيس، الكنايز يعني وضعهم اتحسن كتير، اللور بقى القصه بتاعته اختلفت تماما، الكناينز الروتيشن السايزر كراودنج، حاله كانت جميله جدا من حالات الكراودنج. دي الحاله اللي كنا شفناها من شويه بتاعت الامبلانت بتاع الابر رايت فور، ده شكل الابر ارش لما فتحنا سبيس للابر رايت فور وطلعنا الانسايزرز مصلح بيهم الكلاس 3 اللي هم باينين هنا، وطلعنا الابر رايت كناين من الكروس بايت اللي هو كان فيها، وصلحنا الميد لاين اللي هو واضح في الفرونتال، وعدلنا طبعا الاوفر بايت بقت احسن كتير في اقل من 6 شهور الكيس دي، وجهزنا المكان لدكتور مختص الامبلانت ان هو يشتغل، ودي حالات بيفور وافتر وما بيستعجلوني لدخول الشركه لتفاصيل اكتر بخصوص التواصل والطريقه اللي احنا بنستقبل بيها الكيسز. حبيت ان انا اضيف الكيس بتاعه الدكتوره ليالي في اخر المحاضره، الكيس اللي عملت يعني قلبان في اليمن وعملت زي خدت ترند في فتره، يعني دي الكيس البيشنت لبست 10 الاينرز ابر و10 الاينرز لور، كل الاينر خد اسبوعين في يعني 5 شهور، واخدنا سكان تاني، يعني دي صوره البيشنت بري ودي صوره الاسكان التاني بثلاثة اتاشمنتس في الابر، يعني واخدين بالكم الدنيا فيها ايه؟
شايفين حجم التغير عامل ازاي؟ ده شكل الفرونتال، ده الاسكان قبل وده الاسكان التاني. طبعا احنا دي اتبعتت لنا عشان نعمل ريفايند، بس الحاله ما شاء الله من اول مره 5 شهور، يعني البيشنت بس ما شاء الله ملتزم. الدكتوره نفذت البريسكريبشن بشكل واضح، فقدرت تحصل ما شاء الله على نتيجه مميزه جدا في وقت يعني قياسي. ده شكل الاول، الروتيشن بتاع الكراين، الانسايزرز، ده شكل الالاينمنت في 5 شهور. يعني ما شاء الله الموضوع كان ظريف جدا يعني. فهو الحمد لله الامور بتاعت الالاينرز طول ما فيه دكتور يعني بيعمل الديزاين بشكل كويس، الشركه فاهمه هي بتشتغل ازاي، دكتور بيستقبل البريسكريبشن وينفذه بشكل واضح، المتابعه طول الوقت موجوده اونلاين، فاحنا ما تقلقش طول الوقت احنا معاك، سواء لما نشوف صور الكيس قبل ما نعمل اي حاجه بنقول لك الافريج بتاع الكيس، في الكوست، في الكتريتمنت بلان، نتكلم في التريتمنت بلان وكل حاجه وكل التفاصيل دي كلها. بعدين لما بناخد سكان بنبتدي ان احنا نعمل الديزاين ونبعت لك الالاينرز وتبتدي تمشي معانا واحده واحده، خصوصا للناس اللي هي اول مره تشتغل الالاينر. احنا يعني مهم جدا بالنسبه لنا انه البيشنت، انه الدكتور ان هو ياخد الثقه ان هو يقدر ان هو يستقبل كيسز الاينر زي ما احنا اتفقنا على الانديكيشنز والكيسز المناسبه للالاينر ان احنا نبتدي بيها. وان شاء الله احنا معاكم باذن الله خطوه بخطوه، ما تقلقوش من اي حاجه. شكرا ليكم، نشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم. هيدخل معاكم دلوقتي ممثل الشركه يتكلم معاكم عن تفاصيل الموضوع والتفاصيل الباقيه. اشكركم، سلام عليكم. مساء الخير يا دكاترة، ازيكم عاملين ايه؟ كنت حابب بس اعرفكم عليا الاول. انا هاني يوسف، مدير لجولدن الاينرز للتقويم الشفاف، وكنت حابب اعرفكم بس التفاصيل ازاي لو هتقدروا تتواصلوا معانا، بخصوص لو عند حضرتك حالة تقويم وعايز حضرتك تشخصها تعرف ان الحالة دي تنفع تقويم شفاف ولا لا. بسيطة جدا، ممكن حضرتك تقدر تبعت لنا الصور اللي هو الفايف فيوز بيكتشر للاسنان للابر واللور والتو سايد، في خلال اوريدي ماكسيمم 10 دقائق لربع ساعه اقدر ارد على حضرتك فورا على الواتساب. افريج كيس، افريج مين اللي هو انا بدي لحضرتك السعر، ممكن يبقى اكتر وممكن يبقى اقل، بس لازم اعرف وقتها السعر المظبوط. وقت ما توصلني الحاله اقدر اقول لحضرتك التريتمنت بلان المظبوطه، ان الحاله دي هتاخد ليت ساي 10 الاينرز، التكلفه هتتكلف قد كده ومده العلاج هتاخد الوقت ده. ده في حاله لو وصلني المقاس نفسه او الاورال سكان، لو حضرتك عندك اورال سكان تقدر تبعته لنا عن طريق الايميل، وفي ساعتها اقدر ارد على حضرتك برضو على الايميل او على الواتساب التفاصيل بتاع الحاله. لو حضرتك عايز تعرف افريج كيس وقتها تقدر تبعت لي عن طريق الواتساب اللي هم الفايف فيوز بيكتشر. في الحالتين هقدر ادي لحضرتك هنا الافريج كيس للسعر، والحاله وعن طريق الايميل الاورال سكان وقت ما يوصلني هقدر لحضرتك اديك السعر الاساسي. لو في اي استفسار ولا اي حاجه بخصوص التقويم الشفاف تقدر حضرتك برضو هبعت رقم التليفون الواتساب اقدر اتواصل مع حضرتك، واتمنى اسمع صوتكم قريب ان شاء الله، وشكرا لكم جدا. تسلم مستر هاني، ربنا يسعدك يا رب ان شاء الله. طيب عايزين نشوف بس لو في اي حد من الدكاتره في اي حاجه مش واضحه، احنا معانا مستر هاني ومعانا دكتور محمد طاهر، لو اي حد في اي حاجه مش واضحه في المحاضره او حد محتاج يسال اي حاجه لمستر هاني. شكرا جدا. دكاترتنا الاعزاء، المحاضرة كانت ممتازة والله، يعني كتر خيركم كلكم بجد، المحاضرة كانت رائعة. دكتور عمر انت منور يا دكتور عمر. الله طبعا يحفظك بعد يا اذنك يا دكتور، دكتور ربنا علي، يحفظك. اخبار حضرتك اتفضل. الاول ايه يا دكتور؟ الله يسعدك يا دكتور، الحمد لله والله. هو انا بس عندي سؤال، هو الدكتور كان بيقول ان الحالات بتتعالج المايلد انتيريور بايت اوبن بايت، يعني مثلا معروف مثلا ان اكتر اكسترويجن يحصل في الايلاينر مثلا 1 مللي، ان اقصى انتروجن مثلا 1 مللي او اكتر ولا لا؟
وكمان هو الروت ريزوربشن برضه في الايلاينر زي البريسز العادية ولا بيكون أقل؟ بالنسبه للانسيدنس بتاع الروت ريسبشن الالاينر اقل ليه؟ نتيجه الليتل فورس، لان هو احنا دي من اعظم المزايا بتاعه الالاينر، ما الا طبعا لو حد عمل ديزاين غلط، انما من اعظم المزايا في الالاينرز، ودي اللي عمالين يزودوا فيها الثيكنس بتاع الشيت القليل مع الليتل موفمنت او الموفمنت اصلا الكنترولد. يعني انت بالديزاين الموفمنت اللي انت محتاجها، و حتى لو انت عندك خبره مع البيشنت ان هو البيشنت دون شويه الثريشولد بتاع البين عنده عالي، فانت محتاجه مثلا بدل ما يبقى الالاينر الواحد فيه 0.4 او 0.5 مليمتر موفمنت، محتاجه تقليل الموفمنت شويه، هتقلليها. طبعا الحاجه التانيه، لو اي بيشنت عنده اي ريسكس اوف ريتروسبشن لازم هتكتبي الكلام ده في الايه في الـ في الـ في الريفير بتاع الحاله، او هت او انت بتكلمي الشركه لازم تـ لازم تـ يعني تبعتي بانوراما او سي بي سي تي. كل ده هيساعد طبعا ان احنا ايه ناخد بالنا من القصه دي. فاحنا لذلك الكيس بتاع الالاينر مش مختلفه خالص في الدراسه بتاعتها عن الكيس بتاعت الايه بتاعت البريسز العاديه. لازم ناخد كومبلين كويس من البيشنت، لازم ناخد الهيستوري كويس، نشوف البانوراما السفالومتري، نعمل الدياجنوز بتاعنا مظبوط. والالاينر زي ما دكتور محمد طاهر قال كده اتس اتول، يعني هو اداه زيه زي البريسز بالظبط، زيه زي الديمون بريسز، زيه زي السيراميك بريسز. انت بتختاريه اكوردنج للايه للاحتياج بتاع البيشنت للقصه دي. انما طبعا هو ليه مزايا، من المزايا دي ان هو الريت اوف روت ريسبشن بتاعه اقل شويه اكوردنج للايه للفورسز القليله. بس الحاجه اللي محتاجه تركزي فيها، لو البيشنت عن هو اصلا هاي ريسك اوف روت ريسبشن، يبقى انت لازم تبلغي الشركه بحيث ان هو يقلل الايه بس انا الـ يقلل الليفل بتاع الفورس اللي في الالاينر الموفمنت اللي محتاجها. والحاجه التانيه اصلا ما يعملش اي موفمنتس اللي هي اللي بتساعد على انتروجن بتساعد على اللي بتزود الانسيدنس بتاع الريتروسبشن. السؤال التاني ده كده، السؤال كده واضح تمام؟ بس سؤال معلش تبع السؤال ده برضه. طيب بما ان هو اقل في الروت ريزوربشن، يعني انا بدات حاله ببريسز عاديه ولقيتها بدات تعمل الروت ريزوربشن، لو وقفت وكملت بالالاينر ممكن الموضوع يقف ولا لا كده كده الدنيا ماشيه؟ خلاص بقى، طالما الحاله ابتدى فيها مع الاكتيف تريتمنت روت ريسبشن، مش فارقه بقى هتعالجي بالاينر او هتعالجي بغيره، انت كده خلاص هي الحاله دي بقت هاي ريسك اوف روت ريسبشن. تمام. يعني هي حاله اصلا شغاله بريسز وفجاه ابتدى روت ريسبشن، خلاص هي الحاله دي مكمله. فانت لازم ايه يعني هتشتغلي على نفس اللي هو البروتوكول بتاع الحالات اللي ابتدى فيها روتروسبشن. بتعيد التريتمنت بلان بتاعتك من تاني، بتحاول تقلل الجولز في الحاله بتاعتك. ولو انت مثلا الحاله اللي كنت هتمشيها ماكسيمم هتخليها مودريت، لو الحاله اصلا كانت مودريت هتحاول تقلل لمينيمم انكرج، او اصلا مش هتعمل ريفراكشن خالص. اي موفمنت كانت بتزود الروتروسبشن مش هتعملها، اي ريكتانجلر وايرز هتحاول تتجنبها، اللي هو البروتوكول بتاعنا العادي خالص اللي ايه في الكلام ده. وبتوقف طبعا التريتمنت شهرين ثلاثه، تعدل ايه الفورسز بتاعتك عشان توقف الريتروسبشن والكنترول، وتاخد الاكس ريز بتاعتك بالايه اكوردنج للبروتوكول. فلو حاله ابتدى فيها خلاص، انت اصلا الالاينر ما هي انت مكمل معالجه، عندك سبيس بتقفله او عندك ايا كان بتعمله، طالما في روتروسبشن ابتدى مع الاكتيف تريتمنت مع الاكتيف فورسز يعني للاسف هيكمل. الالاينر بقى يبقى ميزته ان هو هتكنترول شويه الموضوع. اوكي، تمام يا دكتور. السلام السؤال التاني عليكم بتاع دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة واحدة بس، الدكتورة لسه عندها سؤال. السؤال التاني بتاع الروت بتاع الانتيرور اوبن بايت، برضه ديبندس على الكيس يا دكتورة. حالة فيها انتيرور اوبن بايت بس الانسايزال شو بتاعها مظبوط، يبقى انا كده اصلا الكيس مش هتعالج باكستروجن. وبالتالي وانت بتدي الاوردر للمعمل وبتتناقشي مع الدكتور اللي هيديزاين الحالة ليكي،
فانت وانت هتبص على الديزاين برضو اللي جاي لك، هو عامل اكستروجن ولا عامل انتروجن. لو عامل اكستروجن هترجعي الحاله طبعا، يعني هتوقفي الكلينت شيك ده او هتوقفي الديزاين ده وتقولي لا انا شغاله ايه، انا الحاله دي محتاجه انتروجن مش محتاجه اكستروجن، وبالتالي هتحطي المين سكروز بتاعتك، مين سكرو باكل ومين سكرو بلاتال في كل ناحيه ميزيال وديستال للسكس، والبيشنت هيلبس الالاينر ويحط الايه ويعدي الالاستيك بتاعك من المين سكرو الباكل للمين سكرو البلاتال، يعني هتبقي شغاله بالالاينر از ستنت تمام كده فور ايه فور بوستيريور انتروجن. اوكي، وان كان انت هنا اصلا بقى لو الحاله اصلا فيها انتيريور اوبن بايت، فيها انتيريور اوبن بايت هتتعالج بانتروجن، يبقى انت يعني انت كده بتكلفي نفسك في الفاضي ان انت تبعتيها لشركه تقويم شفاف تديزاين الكيس وتكلفي كل التكاليف دي كلها، انت هتعملي ستنت وتعملي انتروجن وفي الفينشنج هتعملي فينشنج بالاين تمام كده. انما لو الحاله بقى هتتعالج ب انت محتاجه حاجتين هايبريد اللي هو شويه انتروجن مع الاكستروجن كده كده الالاينر عشان البيشنت بيلبس الالاينر فوق وتحت، وممكن نزود التخانه وقتها شويه لو قدرنا، هيعمل لي شويه انتروجن بوستيريور مع لبس الالاينر كتير، وانا ممكن بقى ايه والاكستروجن وانا هستهدف اكستروجن اكتفلي بالالاينرز بتاعتي، فبالتالي انا كده وصلت قفلت البايت هايبريد بوستيريور انتروجن مع انتيريور اكستروجن. ماشي يا دكتوره رغده كده شكرا تمام؟ لحضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك يا دكتور، شكرا. طيب دكتور اقدر اسال سؤال؟ قول لي يا حبيبي انا اتفضل. اولا الله يعطيك العافيه، انت شكلك زي ما يكون مرهق شويه، ربنا لا يحفظك يا يا رب. انت عارف انا بنام بس. قول لي يا حبيبي. بالمناسبه حضرتك عارف ان دكتور ليالي هي اول واحده نصحتني ان انا ابقى ان انا اسجل في بيرفكت، ايوه ما انا مش عارف ايه والله. ربنا يحفظك يا رب. يعني على الرسم البرفكت بيزنس في كل حته والله، مش عارفين نودي جمال. الله يحفظك يا دكتور. طيب انا سؤالي لحضرتك هو ايه نصايح حضرتك في تسويق الالاينر؟ يعني انا فاكر ان في مره سمعت حضرتك بتنصح دكتور انه ان في شريحه اللي هي اهالي البيشنتس اللي هو البيرنتس يعني بتاعوا البيشنتس دول، مثلا بيبقوا سهل ان حضرتك تسوق لهم الالاينر. دكتور محمد طاهر قال يا ربي بسم الله لما التقويم ما ينجحش يعني او يحصل ريلابس ريتريتمنت ريلابس، سوري انا كنت بحاول افتكر الكلمه يس ريلابس. يس فانا سؤالي لحضرتك ايه نصايح حضرتك في تسويق الاونلاين؟ طيب بص انا هقول لك على حاجه. انا كل فتره يعني كل 3 شهور مثلا بقوم جاي بقعد مع الشركه اللي انا اللي هتعمل لي الماركتنج بتاعي تمام، واقول لهم على الافكار اللي انا محتاج اشتغل عليها. فانا مثلا قررت الفتره اللي جايه ان انا اشتغل على القصه بتاعت الالاينرز دي، فهنقعد مع بعض نحلل بقى نقاط القوه اللي عندي. كان منها النقطه اللي انت اتكلمت فيها ان انا اصلا في العياده عندي اطفال سنهم 14 و15 سنه، وممكن ايه يعني عندي مثلا 10 20 واحد بيترددوا على العياده او ايا كان سي العدد بتاع العملاء بتوعي، دول ناس اصلا لمسوا الخدمه عندك بالفعل. لا ربما يكون اي حد في العيله محتاج الاينرز بس هو كبير شويه، فده ايه يعني ديت نيتش او يعني مجموعه مهمه جدا ان انا استهدفهم اصلا بالدعايه بتاعت الالاينر، فلازم اتكلم مع شركه الدعايه بتاعتي ان هي من الناس دول انا عايز اوصل لهم ان احنا شغالين الاينرز، ونبدا نكولكت الكونتاكت بتاعتهم والناس بتوع السيلز يبداوا يكلموهم في القصه بتاعتي دي. الحاجه الثانيه احنا بقى الالاينرز اصلا النيتش اللي بنستهدفها بالالاينر مختلفه تماما، او هي نيتش جوه الناس اللي محتاجين تقويم تمام كده. بمعنى الناس اللي محتاجه تقويم انت عندك رينج واسع قوي من الاعمار اللي انت عندك من بدايه من 12 سنه لحد فما فوق، والاطفال الصغيرين اللي هو الانترسبتيف تريتمنت بتاعك اللي هو سن 7 8 سنين، تختار الايه الشريحه اللي مناسبه ليك اللي انت حابب تستهدفها. انما في شغلك يعني، انما الالاينرز لا مختلفه، انت محتاج نتش انت يعني مش اقل من 22 سنه تمام كده، اللي هو الناس اللي اصلا هيبقى عندها في كونفليكت ما بين ان هو يستخدم الالاين ما يستخدم البريسز والايه والالاينرز، فده هيحل له مشكله كبيره جدا. ده اتسانتش في ناس تانية هو اصلا شايف مشاكل من ورا الايه من ورا التقويم تمام كده،
فدول برضو دول نتش وموجودين وكتير. اوكي فاحنا الاثنين دول اقعد مع الشركة بتاعت الماركتنج بتاعتي ونبدأ نشوف الناس ديت هي خايفة من ايه. الناس دي والله النتش الاولى ديت هو عنده مشاكل في الشغل، هي اصلا لو استخدمت الالاينرز لو استخدمت البريسز هيبقى عندها مشكلة في الشركة، بتاكل بره كتير، فالناس اللي بتشتغل دلوقتي بتشتغل فوق ال9 ساعات بره البيت، بتخرج مع زمايلها، بريسز هتعمل لها أزمة كبيرة في حياتها في الحتة دي. فأنا هبدأ أعرفها إن في إن إحنا ممكن نعدل سنانا، وفي نفس الوقت إيه مش لازم البريسز اللي هي بتضايق في الحاجات اللي بتتكلمي فيها دي. بس خد بالك إن هو النتش ديت إيه، يعني هو الموضوع أصلا كوستي أصلا مكلف، فإحنا عايزين الناس اللي هم سنهم 22 سنة وفي نفس الوقت يكونوا إيه، يعني يكون دخله يتيح لي ان هو يستخدم التقويم الشفاف ده. الناس التانية اللي هو اللي قلت لك اللي هو اصلا هو مر بالتجربة قبل كده، حصل وايت سبوت ليجن لحد قريبه بعد التقويم او فبرضه دول برضه انا هخاطبهم برضه برسائل معينة ان هو لو انت شفت اي مشاكل من البريسس فانا ممكن ايه عندي الحل بتاعك. بس يا عمر بقى خد بالك ان هو الدعاية بتاعت الالاينرز بتضرب شوية في الميتال بريسس او بتضرب شويه في الفيكسد بريسز، وانت اصلا ايه راجل بتاع تقويم. اوكي بالتالي يعني هتلاقي حتى الناس اللي مختصه الاينرز بقدر كبير بتلاقيهم اصلا هو كل تسويقه بقى على الحته ديت ومال الصفحه بتاعته القصه دي. هو مش هيضرب في شغله يعني. فلذلك انا رايي ان هو الاينرز تتسوق انترنال، اللي هو بمعنى ايه العميل جه بالفعل يا عمر وابتدى يتكلم معاك، مبدئيا ابتدي بان كل الكيسز السيمبل بتاعتك خلاص هي اصلا مش فارقه على فكره في الكوست كتكاليف لو فكرت فيها. ليه؟ لان انت البيشنت بتاع المايلد كيس دي انت احتمال اصلا تسلمه الكيت بتاعت الالاينر كامله ومش هيجي لك العياده تاني. انما لو عالجته في العياده انت هتحط له بريسز وكل شهر هيجي لك بالتكاليف بتاعت كل مره عياده. فانت لو الكيس مثلا مكلفك في العياده 6000 جنيه هو دول اللي انت هتدفعهم لشركه الالاينر، ومش هتشوف البيشنت غير هي يا دوب مره ومره في الاخر، او لو ايه لو في اتاشمنت وقعت وانت بقى حطها ان الاتاشمنتس اللي تقع ديت ايه هيبقى فيها كوست. اوكي المحاضره مسجله يا دكتوره ما تقلقيش، الدكتور اللي بعت بخصوص التسجيل نبعتها ان شاء الله للناس اللي مسجلها في اللينك كله. طيب دكتوري سوري، طب كمل انا بعتذر. سوري ممكن تبتدي مثلا ان كل المايلد كيسز بنعالجها بالالاينرز، ماشي؟ ده مبدئيا يعني واحده واحده يبقى عندك قاعده داتا بيشنت داتا زي اللي دكتور محمد طاهر عرضها ديت في الكيسز بقى اتعالجت بالالاينرز اهيت. تبدا بقى انت بعد كده حتى انت اصلا تتحمس ان انت تشتغل الاينرز اكتر. انما انت لو ما جربتش في المايلد كيسز اوكي وجاي لك بيشنت محتاج يعني جاي لك بيشنت انت عايز تشتغله الاينرز وخلاص، انت اصلا هتلاقي نفسك مش واثق وانت بتتكلم معاه، بالتالي هتلاقي انت بتقول حاجه وعينيك ودواخلك بتقول حاجه تانية خالص. انت بتقول له نعمل الاينرز ويلا بينا، بس انت ايه من جوه مش مقتنع بالموضوع قوي لان انت لسه مش شفتش نتيجه. فبالتالي نصيحتي الناس اللي ما اشتغلتش الاينرز قبل كده ما تشتغلش في البدايه الا كيس سمايل، بعد كده خلاص هتبقى الدنيا سهله بقى معاك البلايرز اللي بتعدل فيها في الالاينرز، بتزود بيها تورك او تزود بيها او عايز او تعدل بيها تب، معاك الكاترز اللي بتفتح للكلاس 2 امتى تشغل كلاس 2 الاستيك مع الكيس امتى كلاس 3، لان هو زيه زي البريس بالظبط هو ساتور. انما انت لازم تتدخل يعني كل شهرين شهرين ونص بنشوف البيشنت وبتعمل حاجه جديده انت بتشتغل، لازم تحط تلاقي نفسك مع الوقت كده عمال بتضيف حاجات للالاينر، بالتالي تقدر تطلع منه شغل ممتاز وهو حقيقه اللي بيحترف وخلاص. يعني مثلا انا مثلا بقالي فتره انا ما بشتغلش في البرايفت الا سيلف ليجيتنج، ف يعني خلاص انا احترفته واحترفت الوايرز بتاعته واحترفت القصه بتاعته والميكانكس بتاعتي كلها قلبت عليه، ف خلاص بقى كده اللي هو الواحد ايه كده اعرف ناس زمايلي تانيين خلاص هو ايه بقى له كتير ما بيشتغلش غير الاينرز، فخلاص هو طبع والكيس بتاعته اتطبعت عليه وبقى وبيجي له حتى الزبون اللي محتاج الحته دي. فيا عمر يعني ايه يعني احنا لسه في الناس اللي بتدرس معانا زمالة
خاصة يعني أنا عارف عمر طبعا حبيبي، ففي البداية أنا أصلا محتاج أحترف القصة أز أقول، وأحترف ميكانيكس التقويم وأشتغل كيسز كتير. مع الوقت هتلاقي نفسك بقى ليك البروتوكول بتاعك وعيادتك، وبقى لها الزبون بشكل معين. لو لقيت إن هو أنسب ليه إن أنت تقلب كل حالاتك كلها ودنيتك كلها ألاينرز، هيبقى ده الأحسن طبعا. طيب أتمنى أكون أصرف. يعني شكرا والله يا دكتور، يعني شكرا جزيلا. طيب معلش سؤال بسيط، هو الـ average cost للألاينر قد إيه؟ وعايز أسأل حضرتك على التسعيرة بتاعته لو حضرتك تقدر تساعدني فيها، وشكرا جزيلا على كده. الكوست لك من المعمل طبعا اضرب في ثلاثة، عشان انت شوية الموضوع بيكلفك في العيادة، ويعني والكوست بقى ايه يعني، عشان بس يا مستر هاني حذرنا جميعا من الكلام في الماديات. فانت بعد بس الهاني بس هيبعت لك على طول في رسالة كل حاجة ان شاء الله. تمام، ليه شكرا المحاضرة لحضرتك. وانت عارف الاسعار بتاعته تتغير عشان الدولار والكلام ده، بقى المحاضرة دي ممكن حد يسمعها السنة الجاية يقول ايه ده انتوا بتبيعوا اصلا. بس ابعت لهاني إجابة وهو مناسبة والله يا دكتور. ايه. الحمد لله ماشي يا شكرا حبيبي، لحضرتك. ربنا على يسعدك. الله السلامة. اتفضل عليكم سوي كده. باختصارنا الغالية، هو بالنسبة للاتاتشمنت اللي بتقع بتتلزق بآخر الاينر باسيف لا لا بالاولاني خالص اللي هو عادي. بص انت مشكلتك بس في الكومبوزيت ان هو بيمسك في الماده بتاعه الالاينر بسهوله، لان طبعا انت عارف الكومبوزيت مثال ميثاكريليت، وده اكريليك اصلا الالاينر ده، او شاك او في يعني مثال ميثاكريليت، فيمسكوا في بعض، فتبقى كون يعني انك تشيله من الالاينر اللي هو السيمي هارد ده هيبقى صعب شويه. فنصيحتي لو الحاله اتعدلت يعني الاتاشمنت وقع والحاله اتعدلت لمدى بعيد، هات التمبلت بتاعك وقص التوث دي اللور 5 مثلا كان عليها اتاشمنت، قص التوث دي بالمقص وحط الايه، وهتلاقي بقى التوث ديت هتقدر تنزلها بعدلة التوث دلوقتي يا عصر. وصلك؟ فاهمني؟ تمام، واضحة جدا. أيوة يبقى انت قص بالمقص، قص التمبلت، وهو ده يعني انا صراحة بحب التمبلت ده اللي هو السوفت. في شركات تانية بتعمل اللي هو السيمي ريجيد، وبيعملوه التخانة القليلة اللي هي الـ 0.5، يعني في كده وفي كده، وكل واحد ليه الميزة بتاعته والعيب بتاعه. الميزة بتاعة التمبلت اللي هو السوفت ده ان هو ما بيوقعش اتاشمنتس خالص وهو طالع، لان هو طلعته سهل. العيب بتاعه ان انت محتاج تضغطه بايدك عشان يضغط الاتاشمنت على الايه؟ يضغط الكومبوزيت على على طول سيدات نفسها. التوز، فبالتالي انت اخرك تحط اتنين تلاته اتاشمنت جنب بعض في المره الواحده، ما تحطش يعني مش هينفع تدخل بالارش كله، لان انت لا انت ايدك مش هتعرف تضغط بيه في ده كله. فانا مثلا لو عندي سنتر الاربعه انتيروس مثلا، بحط الاتنين سنترال الاول بعدين احط الاتنين لازم. اوكي، لان لازم اضغط بايدي او اضغط بالتب بتاعت الايه عشان الكومبوزيت يمسك في التوث. انما الريجيد ده او السيمي ريجيد ده، حط الكومبوزيت في كل زي البريسز كده، حط الكومبوزيت في كله وادخل بيه واعمل لايك يورك. انت كده كده الكومبوزيت خلاص هو ضاغط الكومبوزيت على التوث، واعمل بيه ايه واعمل لايك يورك بتاع. بس تيجي تشيله السيمي ريجيد ده، لا يعني للاسف ممكن يكسر لك حبه الاينرز حبه اتشمنتس وهو طالع. انما الميزه طبعا اللي انا كسبتها الوقت بقى، ان انا عملت كله مره واحده. وطبعا هي اذواق وكل واحد على حسب بيرتاح لايه وبيشتغل لايه وبيشتغل بايه يعني. ماشي يا مستر عاصم، تمام، واضح. أكبر الله يعطيك العافية. الله يرضى عنك يا حبيبي. في حد عنده اي اسئله تاني؟ دكتور محمد طاهر انا مش عارف والله ليه بيسأل عنه، تقريبا النت فصل عنده او لازم يتحرك من العيادة، فهو استأذن معذرة والله اللي بيسأل على دكتور محمد طاهر، بعتذر يعني هو مش موجود فعلا. في اي اسئلة الدكتور تانية؟ اتفضل. دكتور، هو في different mechanics عن الميكانيكس اللي احنا بنعملها في الفيكسد بريسز، ولا لا يعني، ولا جاست بس حاجات بسيطة كده بنعملها لا وخلاص زي مش بلاستيك؟ يعني، بص يا دكتوره، طالما انت اشتغلت بالفيكسد بريسز بتاعتك مظبوط، هتبص هتلاقي نفسك قادره تشتغلي بيه، بحيث ايه؟ انت مثلا عارفه ان هو الروتيشن،
انا لازم اعمل كابل، فخلاص هو ما بيعملش كابل لوحده، اسكانت الواير ما بيعملش كابل لوحده، تمام. ايفن حتى ايكوال اتاتشمنتس اللي الشركات بتعملها دي لازم انت تعملي كابل بايدك، فهتحط، فانت لازم تساعدي مع الالاينر عشان تعملي الدي روتيشن ده، اوكي. الاكسترودجن هو اصلا ما هوش سهل اصلا الاكسترودجن ده، انا عشان اعمل اكسترودجن خاصه لو توست تقيله يعني زي الكناين ببقى محتاج ايه، اعمل اللي هو بيجي باك والكلام ده. طب ما خلاص يبقى انا طالما هعمل اكسترودجن وانا في الالاينر هعمل اكسترودجن، اقوم جاي حاطط اتنين باتون اللي هو التكنيك اللي دكتور محمد طاهر قال عليه، وانا عارف ان التوث ده هي اللي فيها اكسترودجن، ابقى شغال ايه بالالاينر يعمل اكسترودجن، وانا برضو حاطط الاتنين باتونز بتوع البكل والبلاتل، ويجي الالاستيك بتاعي يسند على الالاينر وينزل يعمل الاكسترودجن بتاعي، وهكذا يا دكتوره. فانت لازم، لا لازم لازم تبقي مركزه مع الحاله. كل انا بدل الكيس 4 الاينرز اللي هم يكفوه شهرين، ويجي بقى نبص عليه واتاكد ان الدنيا ماشيه كويس. ده الاصل بتاع الكيسز اللي هي المودريت كيسز، انما المايلد كيس اللي هي دوب فيها موفمنتس خفيفه زي الحاله مثلا بتاع الدكتوره ليالي، خلاص هي تخلص لوحدها طالما انت اصلا عامل، انت غالبا هتلاقي لو فيها اي بي ار هتلاقيه من داي 1، هتعمل الاي بي ار بتاعك مظبوطه، ده الكت بتاعتها هتمشي، يعني خلاص انت الحاله اصلا شغاله لوحدها. انما المودريت كيسز لا، بتبقى محتاجه شويه مجهود، ما بالك بقى بالسيفير كيسز بقى، محتاج شويه مجهود منك، اوكي. واقروا يا جماعه في الموضوع وشوفوا، يعني شوفوا فيديوهات الشركات طب هو احنا التانيه. انت عندك في شركه جديده اللي هي اسمها سمارتي، دي شركه حلوه جدا، هم هتلاقوهم دلوقتي بيعملوا فيديوهات، ادخلي عندهم بيعملوا فيديوهات، هتلاقي وصلوا دلوقتي تقريبا اس 32 اللي هو سوليوشنز، اس ديت ريفير تو سوليوشن، اس 32 32 سوليوشن لمشاكل فعلا فعلا مواجهنا في الالاين، اوكي. هم بقى بيحاولوا بقى موضوع الاكسبانشن، انت الالاينر ما بيعملش لوحده اكسبانشن طبعا، مش بسهوله يعني، بيبقى احنا فكرتنا ان احنا ايه، على السوفت وير ممكن نعمل اي حاجه، جوه بق العيان الحاجه ما بتتمش ما بتكملش، اوكي. فهو بيحاول يزود سوليوشنز، بس طبعا شويه الكوست بتاعته عاليه، بس هو من الشركات الجميله يعني، يعني جاي شركه ما شاء الله رائده وعامله شغل بقى لهم 10 سنين شغالين، بس الفتره الاخيره عاملين ار ان دي كتير قوي في الشركه، مزودين يعني البادجت بتاع الار ان دي، انعكس ذلك على الشغل بتاعهم فعلا، الالاينرز بقت مقربه قوي للشغل بتاع انفيزا لاين، والموضوع بقى جميل. فانت لا، في حاجات لازم هتتدخلي فيها يا دكتور، لازم هتتدخلي فيها، كتر شغلك البريسز هتبقي انت عارفه ان هو الحته دي هتبقى فيها ازمه، فانت اصلا مركزه مع الدكتور في الديزاين ان هو يحط لك اتشمنت مناسبه للقصه دي، تمام كده، عشان تحقق لك الايه الموفمنت اللي انت محتاجاها، وانت برضو خلال المعالجه مركزه مع البيشنت في الايه في القصه دي. لذلك انا زي ما بقول لكم، هو ما فيش بيشنت بيجي لك اوكي تقوم جاي انت مركب له بريسز وتقول له روح بقى والسنه الجايه تعالى، لازم بتتابعه، لان في ناس بيبقى اللي هو ده جزء من التسويق بتاعهم، وده تسويق غلط طبعا، ان هو يبقى ايه الناس اللي هتنزل في الاجازه هقوم جاي بايع له الالاينرز وياخد الكيت كامله، وبعدين يبقى يجي لي بقى السنه الجايه، انت وش هتحتاج ريفاينمنت اللي هو اصلا هتعمل نص الكيس تاني، مين شركه هتقبل ان هي تعمل لك حاجه زي كده؟ لان المفروض انت ما اشوفه كل شهر يا دكتور، يعني كل كل طلبات. شهرين يعني، الميزه بتاعته ان انا كل شهرين ثلاثه هشوف البيشنت، اكتر من 3 شهور هيبقى كتير قوي. طيب هو هل الالاينر يعمل بروكلاينيشن برضو، او اقدر ان كل انا حاجه، اعدل التيبنج بتاع كل الجروب حاجه يعمل، كل حاجه، اهم حاجه يبقى او في حتى ديزاينر بالاتاتشمنت او الحاجة اللي انا عايزة اعملها، صح كده؟ بالظبط، اهم حاجه يكون قاعد ديزاينر محترم كده يعني، ربنا يبارك له دكتور محمد طاهر، انا بعمل معاه شغل يعني الحمد لله، الحمد لله بفضل عز وجل عاملين شغل رائع، كيسز ماكسيمم انكوريدج وكلاس 3 وشغل، بس هو الراجل فاهم ما شاء الله يعني، غيرته كده في كيس كيستين كده، لا يعني الناس فعلا هو ما شاء الله عليه فعلا بيعمل شغل رائع يعني، انت عارفه انت انت بتقول انا عايز اعمل ايه، بتلاقيه هو فعلا بيعمل لك بتلاقي بيعمل لك حاجات في الكيس كده، بتيجي بتلاقي الموضوع ايه ماشي معاك بشكل جيد، وده طبعا بيحتاج تدريب قوي يعني، يعني هو ما شاء الله عليه مركز في الحته ديت طبعا، واخد السنه ونص او السنتين بتوع دكتور هشام عامر دول، فمنعكسين عليه بشكل جيد الحمد لله. فهي بتفرق يا دكتور، بتفرق ديزاينر من التاني، واحد مين اللي قاعد وقاعد بيعمل ايه.
طيب تمام. طب بما ان حضرتك يا دكتور اشتغلت كتير سيلف لاجيتنج، طب ينفع نعمل محاضرة عنها او الميكانيكس بتاعتها؟ لان احنا اخدناها حتى في المحاضرات بشكل نظري اكتر، محتاجين نشوف ديفرنت ميكانيكس مثلا عليها، الستيبس بتاع الواير يعني ايه عايزين يا دكتور؟ تبدأ. انا محتاج اجهز لها بس كويس عشان انا بقيت مكسل في التصوير. طيب احنا بس احنا منتظرين يعني. انا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله حنين يا دكتوره هند. والله حاضر، تسلم يا دكتور، ربنا يبارك كده فيك. 4 شهور كده اجمع لها ماتيريال، وانت بقى ايه حطيها في الكالندر عندك كده على شهر 3 مثلا، ونعملها سوا. يعني شوف انت نازله مصر امتى مثلا ونعملها لايف سوا ان شاء الله. انزل مخصوص بس انت انا يا دكتور. انا يسعدك يا دكتور. الله عايز يخليك. عندك، وانا هدي اوردر دلوقتي في العياده كده ان انا احاول يزودوا الدوز بتاع التصوير شويه ان شاء الله اوكي باذن الله. تؤمر يا تسلم، دكتور هاني. الله يخليك يا رب. ماشي يا شباب، ما في اي حد عنده اي اسئله تاني؟ ماشي يا حبيب، يعني سعدنا بيكم النهارده، وربنا يا رب ينفع بيكم، ويا رب يكون اليوم كان مفيد، ونشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. في امان الله، السلام تأخر عليكم. خيرك يا دكتور، تأخر شكرا خيرك، لحضرتك يا دكتور. مع ألف سلامة يا شباب، في حفظ الله، السلام عليكم.